فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ثمن الكلب، فإذا أردت أن أشتري كلبا للصيد أو الحراسة، فهل ثمن الكلب يكون حراما وينعقد البيع؟ لا، ما ينعقد البيع والثمن حرام، لا يجوز بيع الكلب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. نعم.